خبرنا هذا من الأردن، حيث تراجعت صناعة العسل في الأردن بشكل كبير بسبب التغير المناخي الذي أثر على عوائد المنتجين الذين يعتبر بيع أو يعتبر بيع العسل مصدر دخل أساسي بالنسبة لهم. عسل الأردن له ميزة نوعية خاصة بسبب التنوع المناخي وتعدد مناطق إنتاجه الجغرافية، إلا أنه يعاني تراجعاً كبيراً في صناعته سببها التغير المناخي، ما أثر بشكل كبير على عوائده التي تعتبر مصدر دخل أساسياً لصانع العسل. كانت قبل 20 سنة خلية النحل ممكن نأخذ منها 20 كيلو 30 كيلو، الآن بصعوبة بالغة نأخذ منها 5 كيلو، وكل هذا بسبب التغير المناخي. وبالرغم من أن التغير المناخي هو سبب رئيسي، إلا أن هنالك أسباب أخرى تختلف حسب المنطقة، مثل فقدان خلايا النحل وتغيير استخدام الأراضي، بالإضافة للمبيدات الحشرية ومسببات الأمراض والآفات. دائرة الإحصاء في تقرير لها بيّنت أن الأردن أنتج 288 طنا من العسل العام الماضي، حيث يساوي سعر كيلو العسل الواحد حوالي 21 دولارا، ويتردد الناس في شرائه خوفا من الوقوع في مصيدة العسل المغشوش. صعب انك تكون مطمئن للي تشتري، يعني غش سهل جدا، غش العسل سهل جدا، فلذلك صعب حتى لو كان من واحد قريب عليك او غيره. ما بين صناعة العسل وبيعه هناك عدد من التحديات التي تواجه المنتجين في الأردن حتى يتمكنوا من الاستمرار في زيادة إنتاجه لتغطية حاجة المستهلكين. نضال النعيم، العربية.